طب محمد، عايزين برضو نسمع منك سريعا كده، انت يعني انت ربنا يكرمك ربنا يخليك. وشغلتك شغلانه محترمه، الحمد بس لله. محمد راسم لنفسه ايه بجوار كره القدم؟ انت نفسك تحقق ايه؟ انا نفسي احقق اول حاجه، يعني مش هزار والله، انا نفسي العب في النادي الاهلي. والله والله انا امنيتي ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي، يعني امنيتي. والله يا ريت نعمل فريق فعلا. انا بحب الخطيب يعني بطريقه يعني راجل محترم فعلا، جميل ملهاش مثيل، يعني صحيح. ده قمه ما قابلتوش حياتي قبل كده؟ انا نفسي اقابله، انا ان نفسي شاء البس الله تيشيرت النادي الاهلي ونفسي اقابله والله. ربنا يخليك. وبحب مجدي قفشه برضو يعني جدا والله بامانه، يعني الاثنين دول يعني عندي حاجه فوق الخيال. انا اصلا بلعب نص ملعب يعني زي محمد صنع العاب، على بلعب صنع العاب لسه واخد افضل لاعب برضو يعني، ولسه واخد افضل لاعب، ثالث افضل لاعب في مسابقه جراندينيا. يعني خدت افضل لاعب وخدت احسن صانع العاب، ويعني انا بشكر برضو الكابتن سيف والكابتن عبد الله والكابتن محمود، وبشكر المؤسسه اللي كانت عامله لنا المسابقه، كانت مؤسسه سمير وعلي، هم اللي كانوا عاملين المسابقه ديت. انا خدت افضل ثالث لاعب ومبسوط جدا بالمسابقه. بس انا يعني حياتي ونفسي يبقى ليا تيشيرت برضه، يعني تيشيرت خاص ليا العب والعب في نادي طبعا. والعب في نادي، ويبقى بقى ليا يعني زي نظام انا رايح النادي وجاي من النادي ان شاء الله يحصل. وكابتن يدربنا خاص بيا. تستحقوها لان انتوا يعني عندكم المهاره انا والله وتقدروا تحققوا دليل. انا عن نفسي انا والله حياتي يعني حياتي انا كنت حارس، يعني لما بديت اللعب انا بادئ اللعب مع ناس يعني حريفه كوره، انا حارس مش لاعب في الملعب. أيوة. لعبت في نص الملعب ولعبت في صانع العاب، ثبتت نفسي الحمد لله. مش انا اللي اقول برضو انا اللي اثبت نفسي او كده، هو الجمهور التقييم او المدرب او اللاعيبه اللي معايا زمايلي. انا كل ماتش بطلع اسال زمايلي انا كنت ايه النهارده. برافو عليك. اه والله العظيم انا حتى في المسابقه طلعت بقيت اسال زمايلي انا استحق الجايزه. كلمت الكابتن احمد قلت له والنبي وحياه عيالك انا استحق الجايزه. انا والله يعني طب انا عايز اقول لكم على حاجه.